brothers, please, Arafah day is coming. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. This dua, this is the best dua. The Messenger of Allah called it the best dua. And he said, this is the best of what I and the messengers who came before me said, and the prophets who came before me said. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. You and your family, please say it on Arafah. On Monday? That's Monday? Yes, please, on Monday, your home. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. You are in your car. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. You are working. You are walking. لا إله إلا الله. You are sitting. لا إله إلا الله. Our sister is in the kitchen. She is cooking. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Say it more and more. May Allah bless all of us. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. May Allah bless all of you.